سعيد هي؟ انت ليش ما بتجيب ابنك على العيادة؟ سعيد مثل كثير من الاهالي اللي بيهملوا الاسنان اللبنية لاولادهم لانهم بيعتقدوا انه هالاسنان مش مهمة وراح يتم تبديلها. تخيل يا سعيد انه وزن الطفل تحت عمر الست سنوات بينقص من 10 ل 20% من الوزن الطبيعي اذا عنده 3 اسنان مسوسين، وهالنسبة طبعا بتزيد مع زيادة عدد الاسنان اللبنية المسوسة. وبما أنه الفم هو مدخل الجسم، فالطفل اللي عنده أسنان لبنية مسوسة بيكون عرضة أكثر للالتهابات والنزلات الرئوية والمشاكل التنفسية، كون الجراثيم تدخل من الفم للجهاز التنفسي، ونفس الشيء بالنسبة للجهاز الهضمي. الحماية بتكون أنك تعود ابنك على تفريش الأسنان يومياً خاصة قبل النوم، وزيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل سنوياً ابتداءً من عمر السنة، وما تنسوا استخدام الفلورايد بعيادات الأسنان واللي بيرفع نسبة المقاومة ما بين 30-60%، والمادة السادة اللاصقة على الأسنان الطاحنة واللي بترفع نسبة المقاومة ل 85%. شو راح تاخد ابنك لعنا يا سعيد؟ هي عودوا أولادكم على الاهتمام بأسنانهم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.